بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في المحاضرة الجديدة من كورس Data Communication and Networks. المحاضرة النهاردة بإذن الله هنبدأ فيها في شابتر 12، شابتر اللي بيتكلم على المالتيبل أكسس تكنيكس. بداية عندنا في مرحلة داتا لينك لاير ممكن نقسم المرحلة ديت ل مرحلتين فرعيتين او تو سب لايرز، مرحله الداتا لينك كنترول ومرحله المالتيبل اكسس سب لاير. مرحله الداتا لينك كنترول اللي كنا اتكلمنا فيها في المحاضرات السابقه، اللي كانت من وظائفها الفلو كنترول اند ايرور كنترول. اما مرحله المالتيبل اكسس سب لاير دي المسؤوله عن تنظيم الارسال على التشيرد ميديوم، على الكوابل المتشارك فيها او الكوابل اللي بنبعت عليها او اكتر من جهاز بيبعت عليه. البروتوكول المسؤول عن تنظيم الارسال على الشيرد ميديوم او الكوابل المتشارك فيها بيسموها مالتيبل اكسس بروتوكولز. يبقى المالتيبل اكسس بروتوكولز مكانها في مرحله الماك او الميديم اكسس سب لاير. في عندنا ثلاث انواع من البروتوكولز بصفه عامه. بروتوكولز بنسميها راندوم اكسس بروتوكولز، ودي بتتميز ان الارسال بتاعها على تشيرد ميديم بيكون بطريقه عشوائيه شويه راندوم. وبروتوكولات الكنترول ذا اكسس بروتوكولز، والبروتوكولز ديت ما بتكونش راندوم، بيكون في وقت معين محجوز لكل جهاز علشان يقدر يبعت عليه في الوقت المحدد دوت. وي بروتوكولز اسمها تشانلايزيشن بروتوكولز، واللي منها سي دي ام اي واف دي ام اي وتي دي ام اي، وهنتكلم عليهم بالتفصيل باذن الله. هنبدا بالراندوم اكسس بروتوكولز. الراندوم اكسس بروتوكولز ساعات بيسموها contention protocols، وكلمة contention معناها نزاع، لأن الأجهزة كلها بتتنازع على مين يبعت على الكابل في الوقت في وقت معين. ما بيكونش فيه أولويات لجهاز عن التاني، ما بيكونش فيه جهاز له أولوية للإرسال عن باقي الأجهزة، كلهم بيكونوا متساويين في فرص الإرسال على الشيرد ميديوم. وبما إنهم ملهمش اولويات ومفيش طريقه تنظم الارسال على التشيرد ميديوم، فممكن يكون في كوليجن او تصادم. معنى كلمه كوليجن ان جهازين او اكتر يبعتوا الداتا اللي عايزين يرسلوها في نفس الوقت، فالبيانات تتصادم مع بعضها او تعمل تداخل بينها وبين بعضها، وطبعا دوت بيعمل لي خطا في البيانات. اول بروتوكول من بروتوكولات الراندوم اكسس، وهو أقدم بروتوكول، اسمه ألوها بروتوكول. ده في سنة 1970، ظهر 1970. في الألوها بروتوكول أو البيور ألوها بروتوكول، في المثال اللي قدامنا ده لو عندنا أربع أجهزة عايزين يبعتوا بيانات عندهم للديستنيشنز، أول ما يكون الفريم جاهز عند الستيشن بتبعته على طول، بغض النظر حد تاني بيستخدم الميديم دلوقتي ولا لا. فبالتالي لو تم ارسال فريم عند ستيشن واحد وفي نفس الوقت تم ارسال فريم تاني عند ستيشن اتنين او التلاتة او اربعة، يبقى هنا في تصادم، لان في اكتر من جهاز ارسله في نفس الوقت. برضو في الوقت دوت في تصادم بين الفريم اللي جاي من ستيشن اتنين والفريم اللي خرج من ستيشن اربعة. يعني في كل الفريمز اللي ارسلت دي مفيش الا فريم 3 2 هو اللي كوركتلي ترانسميتد، وفريم 1 1 هو كوركتلي ترانسميتد، لان في نفس الوقت ما حصلش ارسال من باقي الستيشنز او من باقي اجهزه الكمبيوتر. ده البيور الوها. البيور الوها بيعتمد على الاكنولوجي من الريسيفر، بمعنى ان لما الفريم يوصل الديستنيشن، الديستنيشن يقوم بعت رساله اكنولوجي للريسيفر، ساعتها يبقى الترانسميتر، ساعتها يبقى الترانسميتر ادرك ان الفريم اللي بعته تم ارساله بصوره سليمه واستقبل. اما لو ما وصلش اكنولوجي من الريسيفر للترانسميتر، الترانسميتر هيعمل ريسند للفريم تاني. يبقى بيعتمد
البيورا لوها على الاكنولج في تاكيد او معرفه هل تم استقبال الفريم اللي تم ارساله ولا لا. يبقى لو حصل تايم اوت او الاكنولوجيات ما وصلتش ساعتها هيعمل ريترانسميت للفريم لان في الحاله دي غالبا حصل كوليجن. الوقت بتاع التايم اوت ده قد ايه؟ يعني الترانسميتنج ستيشن هتقعد قد ايه عشان تتاكد ان الفريم ما وصلش فتعمل اعاده ارسال له؟ مرتين البروباجيشن تايم. البروباجيشن تايم الوقت اللي خدته اللي خده الفريم من اول الترانسميتر لغايه الريسيفر. فلو ده اسمه ترانسميشن تايم بروباجيشن تايم او تي بي، والاكنولوجي كمان هتاخد نفس الوقت في الانتشار من اول الريسيفر للترانسميتر، يبقى الوقت اللي المفروض توصل فيه الاكنولوج يساوي 2 في البروباجيشن تايم. بروباجيشن تايم من الترانسميتر للريسيفر، والبروباجيشن تايم بتاع الاكنولوج من الريسيفر للترانسميتر. لو حصل اكنولوج، لو ما حصلش اكنولوج، يعني لو حصل كوليجن، ساعتها جهاز الترانسميتر هيستنى وقت عشوائي وبعدين يعمل إعادة إرسال للفريم مرة تانية. الوقت العشوائي ده بيسموه باك اوف تايم، باك اوف تايم او تي بي. يبقى ده لا في حالة لو حصل كوليجن واضطرينا نعمل إعادة إرسال. وهنشوف دلوقتي ازاي بنحسب الوقت بتاع الباك اوف تايم اللي بعديها نعمل إعادة إرسال للفريم مرة تانية. الألجوريثم اللي قدامنا دوت بيوضح طريقة عمل البيورا لو. في البداية هنعرف فاريبل اسمه كي قيمته بتساوي زيرو، وبعدين الفريم يتبعت من الترانسميتنج ستيشن، ونستنى وقت قيمته 2 في البروباجيشن تايم. لو الوقت دوت عدى واستقبلنا اكنولوج يبقى ساعتها الارسال تم بنجاح. لو ما استقبلناش اكنولوج من الريسيفر او من الديستنيشن هيزود المتغير اللي اسمه كي بواحد، وبعدين يشوف القيمة بعد زيادة واحد وصلت لكي ماكسيموم ولا لأ. كي بقى هي ايه اصلا؟ كي عدد مرات اعادة الارسال. طبعا في البداية احنا لسه اول مرة، فعشان كده كي بزيرو. بما اننا هنعيد ارسال الفريم فكي كده هتبقى بواحد، ودي اول مرة. وفي قيمة عظمى لإعادة الإرسال اللي هي باي ديفولت 15. لو كانت الكي أكبر من 15 خلاص يبقى في مشكلة في الفريم أو في مشكلة في الكابل أو في مشكلة في الديستنيشن، ساعتها هيأبورت، يعني هيلغي العملية خالص ويدي ايرور وخلاص. أما لو لسه الكي ما وصلتش ل 15 مرة إعادة إرسال هيطلع فوق يحسب وقت عشوائي. الوقت العشوائي دوت بيبدأ من أول صفر إلى 2 to k minus 1، حيث k زي ما اتفقنا هي عدد مرات إعادة الإرسال. بعد كده الوقت العشوائي دوت هيضربه في تي بي أو في تي اف ار. تي بي البروباجيشن تايم أو تي اف ار الترانسميشن تايم. بروباجيشن تايم بيعتمد على المسافة ما بين السورس والديستنيشن، اما الترانسميشن تايم بيعتمد على معدل الارسال وحجم الفريم اللي تم ارساله. سواء بنستخدم دي او بنستخدم دي، قيمه التي بي في الاخر هو الوقت اللي هنقعده علشان بعد ما يخلص نعمل اعاده ارسال للفريم مره ثانيه. وبعد اعاده الارسال لما وصل اكنولوجي بقى سكسس، ما وصلش هنزود الكي بدل ما واحد تبقى باتنين، وطالما ما جاتش 15 هنشوف وقت تاني عشوائي من اول 2 k minus 1 الى 0. k هنا بقت ب2، وبعدها يضرب قيمه الار اللي هي الرقم العشوائي في تي بي او تي اف ار، وبعدها يستنى الوقت اللي هيخرج من المعادله ديت ويعمل اعاده ارسال الفريم وهكذا. يبقى ده بخصوص طريقه عمل او البروسيدورز بتاعت البيور الو. مثال، لو احنا عندنا دلوقتي بيور الو نتورك، عندنا المسافة ما بين السورس والديستنيشن 600 كيلومتر، وسرعة الانتشار 3 × 10^8، 3 × 10^8. في الحالة دي البروباجيشن تايم بنحسبه ازاي؟ المسافة بين السورس والديستنيشن اللي هي 600 × 10^3، دي مش 103، دي 10^3، على 3 × 10^8 اللي هي البروباجيشن سبيد.
يطلع عندي وقت البروباجيشن او البروباجيشن تايم 2 مللي ثانيه. طب لو دلوقتي الكيب واحد يعني اول مره نعيد الارسال، ساعتها يبقى الوقت العشوائي يا اما صفر يا اما واحد، لان على حسب المعادله ديت وقت الرقم العشوائي ما بين صفر توتو كي تو ماينس 1. توتو كي كيب واحد يبقى 2 تو باور 1 يعني 2 ناقص 1 1، يعني الوقت العشوائي يا اما صفر، الرقم العشوائي يا اما صفر يا اما واحد. صفر او واحد بينضرب في التي بي، يبقى هنستنى تي بي او مش هنستنى خالص، لان ار بصفر او واحد، يعني تي بي يا اما بصفر يا اما تي بي بروباجيشن تايم. فهنا يا اما صفر يا اما واحد، بالتالي يا اما هنبعت في وقتها زيرو يا اما هنستنى 2 مللي ثانيه. طب لو عمل عدد ارسال تاني يعني كيب 2، ساعتها هتبقى القيمه بتاعه الار 0 1 2 3، لان هنا كيب 2 يعني 4 ناقص 1 3 ده الماكسيمم. ساعتها هنستنى من 0 او 2 او 4 او 6 مللي ثانيه، وكذلك لو كيب 3 وهكذا، مع الاخذ في اعتبار ان لو كي اكبر من 10 هيبقى قيم الماكسيمم فاليو ليها 10 برضو، يعني مش هينفع نحط كيب 11 ولا كيب 12 ولا كيب 13، هي الماكسيمم بتاعها 10. يبقى ده بيوضح طريقه عمل البيور الوها بروتوكول. نخش في مصطلح جديد اسمه فانربل تايم. فانربل تايم ببساطه خالص هو الوقت اللي لو انبعت فيه فريم غير الفريم بتاعنا اللي احنا ارسلناه دلوقتي هيحصل كوليجن. تاني، هو الوقت اللي ممكن يحصل فيه كوليجن اثناء ارسال الفريم. الوقت ده في البيورا لوها 2 في تي اف ار، 2 في الترانسميشن تايم. ودي سهله جدا. دلوقتي لو احنا جينا عند الوقت تي وبعتنا الفريم بتاعنا، لو كان قبلها اتبعت فريم من اول تي ماينس تي اف ار، ساعتها الفريم اللي اتبعت قبلها هيتداخل مع الفريم بتاعنا. او لو احنا بعتنا فريم من مكنه تانية او اتبعت فريم من مكنه تانية او من جهاز تاني بعد ارسال الفريم بتاعنا، في اي وقت من اول تي لغايه تي اف ار برضه هيعمل لي تداخل مع الفريم بتاعي. معنى كده ان ما اقدرش ابعت اي فريم في وقت اسمه تي اف ار قبل الوقت بتاعي، لان لو بعت فريم في اي لحظه بعد الثانيه دي او اللحظه دي جزء منه هيتداخل مع الفريم بتاعي، بالتالي هيعمل لي كوليجن. يبقى معنى كده ان ما ينفعش ابعت اي فريم اثناء او قبل الفريم بتاعي. اثناء او قبل يبقى 2 تي اف ار، تي اف ار ادي تي اف ار وادي كمان تي اف ار، طبعا ده بفرض ان الفريمز اطوالها ثابته وزي بعضها، فبالتالي يبقى ما ينفعش ابعت في 2 تي اف ار اي فريم، والا يعمل كوليجن مع الفريم ايه اللي احنا ارسلناه دلوقتي. يبقى الفاريبل تايم 2 تي اف ار. مثال، لو عندنا فريم قيمته 200 بت وعندنا معدل الارسال ب 200 كيلو بت بير سكند، ايه الوقت اللي ما ينفعش ابعت فيه فريم زائد الفريم بتاعي دوت، الوقت بتاع الكوليجن فري اللي ما ينفعش ابعت فيه حاجه والا يحصل كوليجن، اللي هو الفاريبل تايم. فاريبل تايم هيبقى ايه؟ 2 في تي اف ار، تي اف ار بيساوي 200 بت على 200 كيلو بير سكند، او الفريم لينس على الترانسميشن ريت، يطلع عندي في الاخر 1 مللي ثانيه. 1 مللي ثانيه معناها 2 في تي اف ار 2 مللي ثانيه، يبقى No station should start sending during the 1 millisecond period at this station. بمعنى ان ما ينفعش حد يبعت قبل وقت الارسال بتاعي بواحد ملي ثانية، يعني في خلال 2 ملي ثانية ما ينفعش الا فريم واحد بس يبعت، والا هيحصل كوليجن. نتكلم هنا على الافشنسي او بيسموها الثروبوت بتاع البيور الوها.
المعادله دي هي بتوضح الافشنسي او الثروبوت بتاع البيور الوها بروتوكول. اس بتساوي جي اي تو باور 2 ماينس 2 جي. جي هنا هي متوسط عدد الفريمز اللي ممكن تبعت اثناء وقت ارسال فريم واحد. متوسط الفريمز اللي ممكن تبعت اثناء ارسال او وقت ارسال فريم واحد. الماكسيموم فاليو بتاعتنا هتبقى 18.4، وده في حال الجي بتساوي نص. طب منين جات ان الجي بتساوي نص؟ يعني منين الوقت ده جه؟ لو جينا في الرسمة اللي فاتت ديت، 2 تي اف ار اديتنا نبعت فيهم، يعني 2 وقت الفريم الواحد اديتنا نبعت فيهم كام فريم؟ هو فريم واحد بس، لان لو بعت اكتر من كده يبقى فيه كولجن. اذا في 2 تي اف ار او في 2 وقت الفريم الواحد بنبعت على الاكثر فريم واحد، يعني فريم واحد على 2 تي اف ار، يعني نص، يعني في كل 2 تي اف ار ببعت فريم واحد بس. علشان كده الجي ماكسيمم بتساوي 1 على 2، كاني بقدر ابعت في الفريم الواحد ما مقداره نص فريم. يبقى هنا جي بتساوي نص، معناها ان ابعت فريم واحد في كل 2 تي اف ار، 2 ترانسميشن تايم الخاص بالفريم. المثال ده بيوضح الفكره بتاعتنا. المثال بيقول احنا عندنا الوها نتورك والفريم سايز بتاعنا 200 بت ومعدل الارسال 200 كيلو بت بالسكند. طب في الحاله دي، في حاله استخدامنا لبيور الوها، لو الفريم بقى 1000 او بقى 500 او بقى 250، يا ترى الجي الاس هتبقى بكام، اللي هي الثروبوت او البرسنتج هتبقى بكام؟ اولا من ال 200 بت ومن معدل الارسال 200 كيلو بت بير سكند نقدر نطلع التي اف ار الترانسميشن تايم، اللي هي بتساوي في الاخر 1 ملي ثانيه. طب لو احنا دلوقتي بنبعت 1000 فريم بير سكند، 1000 فريم بير سكند والفريم الواحد بياخد 1 ملي ثانيه، يبقى الجي بتاعتنا كام؟ الجي بتاعتنا بواحد. 1000 فريم بير سكند 1 ملي سكند اللي هو الترانسميشن تايم، يبقى الجي بواحد. في الحاله دي يبقى 1 في اي تو باور ماينس 2 جي هيطلع في الاخر الاس ب 13.5%. يبقى كل 1000 فريم بنبعتهم بيوصل منهم 135 فريم، ده لو ضربنا عدد الفريمز اللي بتتبعت في الافشنسي او الثروبوت يطلع 135 فريم ممكن يوصلوا من غير كوليجن او بدون اي ايرورز. لو خلينا الفريمز ب 500 فريم بالسكند، يبقى معنى كده في الواحد ملي ثانية نقدر نبعت نص، يبقى الجي بتاعتنا بنص. يبقى معنى كده لو الجي بنص هيطلع عندي الاس ب 18.4. يبقى لو ضربنا ال 500 فريم في 18.4% يطلع عندي 92 فريم هما اللي هيوصلوا من غير اي كوليجن. بالمثل لو 250 فريم بير سكند، 250 دول يخلوا لي في الاخر الجي بربع، يبقى الاس هتساوي 15.2، يعني 38 فريم ممكن يوصله من ال 250 بدون كوليجن.
ببساطة ازاي جبنا الجي هنا؟ بصفة عامة الجي هي عدد الفريمز بير سكند في وقت ارسال الفريم الواحد. يعني في المثال بتاعنا هنا 500 فريم بير سكند اضربها في 1 ملي ثانية يبقى 500 على 1000 يبقى 5/10. 250 في 1 ملي ثانية يبقى 250 على 1000 يبقى 25% أو ربع. يبقى كده عرفنا ازاي نجيب الاس او الثروبوت او الاوتلايزيشن بتاع البيور الوها. اما البروتوكول الاحدث او الاحسن من بيور الوها اللي بيسموه سلوتد الوها. في السلوتد الوها الوقت بيتقسم لمجموعه من السلوتس، بمعنى ان غير مسموح للاجهزه انها ترسل في اي وقت، لا لازم تستنى وقت معين تبدا الارسال فيه لو عندها اي فريم. على عكس البيور الوها كان الاجهزه تبعت في اي وقت، انما هنا في السلوت ده الوها لازم الاجهزه تبعت في وقت بدايه كل سلوت. بالتالي كده لو جهازين ارسلوا في نفس الوقت هيحصل كوليجن. طب ايه الميزه الموجوده في السلوت ده الوها ومش موجوده في البيور الوها؟ ان هنا غير مسموح ان اي جهاز يبعت في وقت مش وقت بدايه السلوت، يعني ما ينفعش في المكان اللي انا واقف فيه كده. بالتالي مش هيحصل كوليجن لو الفريم بعت هنا بس، لان لو بعت هنا هيخلص الفريم هنا، بالتالي الجهاز التاني هيبعت في بدايه السلوت اللي بعده على طول، فمش هيحصل كوليجن الا اذا جهازين ارسلوا في نفس الوقت. معنى كده ان قيمة الـ variable time مش 2 t في r، لا بيساوي فقط t في r، وقت الارسال فقط، ان محدش يعمل ارسال في وقت ارسال الفريم، مش 2 في وقت ارسال الفريم زي ما كان في البيور الوها. بالتالي الثروبوت هنا هيتحسن، بدل لما كان هناك 18% ده لو جي هناك بنص وهي الماكسيمم، لا هنا الجي بتساوي 1 والاس ماكسيمم هتساوي 36.8، لان الايكويشن بتاعتنا جي في اي تو باور ماينس جي مش ماينس 2 جي زي ما كان في البيور الوها. وجي 1 ليه؟ لان يمكن ارسال فريم واحد في كل وقت ارسال الفريم. واضح هنا اهيت ان لو حد بعت هنا هوت في بداية الوقت السابق مش هيوصل لوقت ارسال الفريم، يبقى التي اف ار هيبقى او الفاريبل تايم بقى تي اف ار وليس 2 تي اف ار. المثال بتاعنا هنا بنكرره تاني ولكن باستخدام الصوت ده لوها. الترانسميشن تايم بتاعنا هيبقى 1 ملي سكند، نفس القيم ولكن الاختلاف هنا في الايكويشن بتاعتنا، هنا جي اي تو باور ماينس جي فيطلع 36% لو جي بتساوي 1 اللي هي 1000 في 1 ملي سكند، ولو ب 500 هيطلع 30%، لو ب 250 ده طول الفريم هيطلع ب 49%، هيطلع ب 19%، يعني 49 في الفريم هم اللي هيوصلوا بصوره سليمه لو تم ارسالهم باستخدام السلوتد الوها. اما البروتوكول الجديد اللي اسمه سيزما او كارير سينس مالتيبل اكسس، الفرق الاساسي بين السيزما وما بين الالوها سواء كان بيور الوها او سلوتد الوها ان الاجهزه اللي بترسل قبل ما بترسل بتعمل سنس للميديوم، يعني بتشوف هل حد بيستخدم الميديوم او الكابل ولا لا، هل حد بيرسل عليه ولا لا. لو حد بيرسل على الميديوم ما بترسلش الا لما يكون الميديا ايدل او فاضي. بالتالي لو ايه هنا عملت سنس للميديا عن تي واحد والميديا كان فاضي، فبتبعت الفريم بتاعها، ده الترانسميشن تايم اللي بالاصفر دوت الفريم بتاعها، والفريم بينتشر في الكوابل لغايه لما يوصل للديستنيشن بتاعتنا اللي هي على سبيل المثال دي هنا عند النقطه السمراء دي. الوقت من اول النقطه دي لغايه الوقت اللي تم الارسال فيه ده بيسموه البروباجيشن تايم.
وفي السيزما سي اي او في السيزما اللي موجوده قدامنا ديت، الفانربل تايم بيساوي البروباجيشن تايم. بمعنى ان ما ينفعش حد بيبعت فاثناء انتشار الداتا من اول A لغايه D، لان مثلا لو دلوقتي A بعت اول بت، اول بت لسه بتنتشر في الكابل اهيت، خلاص هي بعتت على الكابل، فاثناء الوقت دوت لو C عمل سنس الميديوم هيلاقيه ايدل، لانه لسه ما سمعش البتس اللي جايه من A، لان لسه البروباجيشن تايم مخلص. فساعتها سي هيرسل الفريم بتاعه على الميديوم، فهيحصل كوليجن ما بين الاتنين فريمز. لذلك ما ينفعش حد من الاجهزه يبعت في اثناء وقت البروباجيشن تايم. يبقى الفاريبل تايم بتاعنا هو قيمه البروباجيشن تايم. قلنا ان في الـ CSMA او الـ SISMA الاجهزة بتسنس الميديوم قبل ما تبعت. في ثلاث طرق علشان الاجهزة تسنس الميديوم قبل ما تبعت الفريم بتاعها عليه. اول طريقة بيسموها One Persistent. One Persistent معناها ايه؟ ان على طول الجهاز بيسنس الميديوم على طول continuously، يسنس. اول ما يلاقي الميديوم ايدل يقوم باعت على طول، قبلها كان الميديوم بيزي. ادي اول طريقه. مشكله الطريقه ديت ان نسبه الكوليجن فيها بتكون كبيره، لان لو في اجهزه كتير في الشبكه وكلها عايزه ترسل دلوقتي والكابل كان مشغول، فكله عمال يسنس يسنس يسنس، واول ما الميديوم يبقى ايدل او الميديوم فاضي كله يبعت في نفس الوقت، بالتالي يعمل كوليجن. فالطريقة ديت معدل الكوليجن فيها كبير. الطريقة التانية اللي اسمها نون بيرسيستنت ديت، الجهاز بيسنس لأبيزي، يستنى وقت ويسنس تاني لأبيزي، لما يلاقيه بيزي بيستنى راندوم تايم بعديها random time وبعدين يسنس وترانسميت. يعني الشاهد هنا انه بيستنى random time اول ما يلاقي الميديوم بيزي، بالتالي لما الميديوم يكون ايدل غالبا الراندوم تايم اللي الاجهزه بتستناه بيكون مختلف، فمعدل الكوليجن بيكون اقل. فالنون بيرسيستنت معدل الكوليجن فيه اقل مقارنه بالوان بيرسيستنت. ولكن لو مفيش حد بيبعت الا انا اللي مستني ان الايدل الميديوم يبقى ايدل، ساعتها انا هستنى وقت كبير والميديوم اصلا فاضي، فبيضيع وقت كبير نوعا ما علشان يرسل الفريم بتاعه. اما الطريقه المتوسطه اللي بيسموها بي بيرسيستنت، وهي بتعتمد على probability equation، معادله احتماليه، وديبندنج على الخارج بتاع المعادله ديت بيحدد هستنى وقت قد ايه علشان ابعت. هو على طول بيعمل continuously sense، واول ما الميديوم يبقى فاضي يشوف قيمه المعادله الاحتماليه ديت بكام، لو لقاها اقل من قيمه معينه ممكن يرسل دلوقتي، اكتر يقوم يستنى وقت عشوائي وبعدين يسنس تاني ويشوف المعادله الاحتماليه الخارج بتاعها ايه. فهي ميكس ما بين الاثنين، continuously testing وبعديها بيستنى وقت ديبندنج على المعادله العشوائيه او البروبابيلتي ايكويشن دي. الشكل ده بيوضح الفرق بين الثلاث انواع. الوان بيرسيستنت لو الشانل ايدل يرسل على طول، بيزي يستنى وقت صغير او على طول بيعمل كونتينوس تشيكينج على الميديوم. اما نون بيرسيستنت لو ايدل بيبعت على طول، لو بيزي بيستنى وقت عشوائي ويعمل سنس بعديها، فبتضيع وقت ولكن معدل الكوليجن فيها اقل. اما البي بيرسيستنت بينزل على الشانل، لقاها بيزي يفضل يشيك تاني زي الوان بيرسيستنت، لقاها ايدل بعد ما كان بيزي يشوف الخارج بتاع المعادله الاحتماليه دي راندوم، لقاها اقل من بي قيمه معينه يسند الفريم بتاعه، يعني الميديوم ايدل، لقاها اكبر من قيمه
معينة اللي هي بي، أو ساعات بيسموها كيو واحد ناقص بي، ساعتها يستنى سلوت ويشوف التشانل، لقاها ايدل يرجع تاني، لقى التشانل بتاعتنا بيزي يعمل باك اوف، يعني يستخدم وقت عشوائي. اوكي، باك اوف لان وقت راندوم تايم يعني، اوكي، لانها بيزي فيستنى وقت عشوائي ويرجع يكرر العمليه تاني. يبقى ده بخصوص الفرق ما بين الون بيرسيستنت والنون بيرسيستنت والبي بيرسيستنت. هنتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله في المحاضرة القادمة. أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة، وأراكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.